ميزانية راهم سيروا القطاعات لمدة 3 سنين ولا 4 سنين، يعرفوا واش يصلح واش ما يصلحش القطاع ولا غيره. بالنسبة للدخول الاجتماعي نفس الشيء، بالنسبة للدخول تاع التعليم، بالدخول الدخول المدرسي والدخول التعليم العالي والدخول المهني، كل هذه تخلي ما يمكنش تكلف بها الناس الجدد يعني يكملوا المهام تاعهم، ومش معناه باللي قاعد يروحوا. التغيير ما يكونش من اجل التغيير، انا نلتزم بها. الناس اللي ظهروا الكفاءه نتاعهم وخدموا هذا الشعب الكريم ما يواصلوا المهمه نتاعهم. الناس اللي بحسن نيه ولا بغير حسن نيه ظهروا باللي يعني العمل تاعهم محدود بالنسبه لكذا، التغيير سنه. السنن هذه يعني التغيير الحكومي سيكون مع نهايه السنه وسنه قبل نهايه السنه. قبل نهايه السنه مجرد ما يتم النقاش ربما، ولا حتى لما يتوضع القانون الماليه في المجلس الشعبي الوطني نفكر في باش ننطلق انطلاقه جديده في 2025 ان شاء الله. كوموندي اون فرونسي ديماري سي لو شابو درو. كانت هناك انتخابات رئاسيه مسبقه، هل ستكون هناك انتخابات تشريعيه ومحليه مسبقه كذلك؟ ما نفيهاش وما ناكدهاش الى اقتضت الظروف، ولكن فيه عمل اولي لازم نقوم به.